أنا بلال ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأكرم. بابا استشهد في سينا وأنا كان عندي سنة وشهرين. أنا ملحقتش أشوف بابا، بس كنت بسمع عن بطولاته من تيتا وأصحابه، وكانوا بيقولولي دايما بابا بطل وعمره ما خاف. بعد استشهاد بابا بست شهور ماما راحت الحج، وكان حلمها تلحق بابا في الجنة. ماما ماتت في السعودية. أنا كان نفسي أعيش معاكم، بس مدام ربنا عايز كده أنا مش زعلان. أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة. أنا كان نفسي أعيش معاكم، أنا بكتب ليكم جوابات وبقول لكم وحشتوني قوي. أنا اطمنوا عليا، إن شاء الله هكبر وهبقى ظابط وهجيب حق بابا وهحقق حلم ماما. أنا ابن الشهيد البطل النقيب محمد الأكرم.